علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه انطلق يوم خيبر، وعلي رضي الله عنه جاء لغزوة خيبر متأخرا لأنه كان مريضا. ولما بلغ الجيش وصل إليهم زامن ذلك وقت طلب النبي صلى الله عليه وسلم له، فأتي به فأعطاه الراية، وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء مكتوب عليها لا إله إلا الله، والآن يرفعها ما يسمون بأصحاب داعش، يرفع مثل هذه الراية، فالراية صحيحة وهم قوم سوء جهلاء أفسدوا ولا يصلحون شيئا. فراية رسول الله كانت سوداء، وقيل كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض، فحمل علي رضي الله عنه الراية ثم انطلق إلى يهود خيبر. وذكرت في كتب التاريخ والسير أنواعا عظيمة وصنوفا من شجاعة علي رضي الله عنه ومن قوته. فلما دخل علي رضي الله عنه إلى تلك الحصون، وقيل حصن يسمى بالقموس، وهذا الحصن هو الذي أخذت منه أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، وتزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها. دخل علي الحصن، ولما كان يقاتل ضرب يهودي على الذي يتقي به علي، كان عنده زي درجة احنا بنسميها، شايلة في يده بيتقي بها، فضربها رجل من اليهود فسقطت، فأخذ علي بابا من أبواب الحصن، قالوا على باب شالوا في يده، بقى يتقي به والضربات. راوي الأثر قال لما خلصت المعركة حاولت أن أرفع الباب ومعي 7 من المقاتلين المسلمين أنا ثامنهم، قال فما استطعنا أن نقلب الباب. ده كان شايل علي بن أبي طالب في يده بالتغبية والضربات، 8 ما قدروا يقلبوا الباب ده. قال وجاء 40 رجلا ليحملوه فما استطاعوا. كان علي رضي الله عنه قويا، فخرج رجل من أشرس مقاتلي اليهود يسمى مرحب، قاتله محمد بن مسلمة وقاتله من قاتله من المسلمين، وكان ينادي يقول أنا مرحب، يا خيبر اشهدي أني مرحب، قصيدة طويلة كان بيقولها بيفتخر بنفسه ويرفع في نفسه. فجاءه علي رضي الله عنه، وفي ذلك الوقت قال علي مقولته الشهيرة: أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظرا، فضربه ضربة واحدة فقتله. كان علي قويا في القتال لا يهزم في المبارزة أبدا. ففتحت خيبر وفتحها الله على يد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وميزه الله جل وعلا بهذه الميزة العظيمة. ولذلك لما كان المسلمون آنذاك، لما كان المسلمين في ذلك الوقت على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة، انهزم أمامهم من انهزم من أهل الكفر والشرك والبدع، ورفعوا راية التوحيد وهزموا الأعصار والأمصار وسادوا الدنيا وأخضعوا الأرض. ولكن نحن لما صرنا إلى البدع وعبدت الأمة القبور وعبدوا غير الله ولجأوا لغير الله وفعلوا البدع وانتهكوا الحرمات وارتكبوا المعاصي، هانت الأمة. وليعلم المسلمون أننا لن نهزم
يوما من الأيام بقلة، إنما نهزم بالمعصية وبالشرك وبالبدع اللي تفشت في الأمة اليوم. تخيل معي في جامعة الخرطوم، أعظم مؤسسة علمية في السودان، تحتفل بسنار عاصمة الثقافة، ومن ضمن احتفالاتها بسنار عاصمة الثقافة تخصص برنامجا كبيرا في قاعة الشارقة بمناقشة والاحتفاء بكتاب طبقات والضيف الله. كتاب الطبقات من أسوأ الكتب التي دخلت المكتبات السودانية، وفيه تأليه لشيوخ الصوفية، يفعل في الكون ما يشاءون. شيخ يعلم الغيب، شيخ يقول للشيء كن فيكون، أي شيء يعمل في الكتاب ده. وتحتفل به أعظم مؤسساتنا العلمية في السودان. كده بننتصر؟ كده تتقدم الأمة؟ إذا كان كثير من الأمة لسا ما عارفين اللي بيرفعنا الله ولا اللي بيرفعنا الشيخ. وشاهد ولك أن تشاهد الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، أكتب عقائد الصوفية، ذكر الصوفية، تلقى جماعة بنططوا والشيخ جنبهم يجوا يسلم عليه في رجوله، واحدين يسجدوا له سجود عديل كده لشيخ من الشيوخ ودجال من الدجالين. أهكذا ترتفع الأمة والعلماء ساكتون وخطباء المنابر أقل ما يقال في حالهم جبانون؟ الواحد ما يقول الحق، يقول لك الناس بيزعلوا مني، ما يزعلوا، هل يزعلوا كلهم؟ قول الحق، ده باطل يا أخي. ناس بيعبدوا في القبور، ناس بيعبدوا في البشر، والمسؤولية أمام الله جل وعلا عظيمة. لذلك ارتفع الصحابة لما حموا حمى التوحيد، لما عزوا بالسنة عزهم الله جل وعلا. ومهما ابتغت هذه الأمة العزة في غير سنة رسول الله فلن تعز، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن يعزنا بعزه، وأن يرفعنا بسنته، وأن يبيض وجوهنا بالسنة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تفرغ جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.